يعني نوع نفس الكلام يعني نفس القصه، ما كنتوش يعني كنتوا طالعين وعندكم ثقه ان انتوا تاخدوا ميداليه؟ بصراحة يعني كنا طالعين، يعني احنا اصلا عاملين حسابنا ان احنا ان شاء الله في دي احنا حاجه ناخد احنا حاسين احنا مركز. كويسين. ان شاء الله طب يعني. بتعرفي ازاي يعني احنا في معسكر، انتوا ما عملتوش ماتشات وديه قبل ما تروحوا؟ ما كانش فيه كورونا طبعا والدنيا ما فيش احتكاك خارجي حصل. لا احنا عملنا اللي علينا في التمرين طبعا، دي اول حاجة، وفي الاول وفي الاخر هي بتاعت ربنا، بس احنا عملنا اللي علينا طبعا، ومستوانا مش بعيد، خصوصا ان احنا وثقتنا في نفسنا بقى، يعني بس ثقتنا في التمرين حاجة والاحتكاك والإضاءة الماتشات وإن أنت تقف دي على كانت البساط حاجة تانية. وفكرة ما هي حاجة تانية، بس احنا عايزين نكسب، يعني ما بنفكرش في اي حاجة تانية، فاحنا مش حاطين علينا ستريس، احنا عايزين نكسب بس. فالروح دي لوحدها يعني بتشد الحكام وبتشد كل ده، مع التمرين طبعا، ما احنا عملنا اللي علينا كله، فطبعا يعني احنا كنا رايحين واثقين في نفسنا ان احنا ان شاء الله احنا رايحين نعمل حاجة هناك. انت عارفه انا اقول لك على حاجه، عارفه في علم الرياضي النفس الرياضي او الطب الرياضي النفسي لما يبقى لعيب خايف من مباراه او ماتش يزودوا حماسه، الحماس لما بيزيد بيغلب الخوف، فتلاقي الخوف عندك بيبقى يعني بيبقى عندك احساسين، ما كلنا بنخاف ولكن الحماس بيزيد. ده اللي حصل معاكم، ده اللي حصل معانا فعلا، واحنا لا احنا يعني واثقين في نفسنا، وهي مش مجرد احتكاك بالنسبه لنا، كانتش مجرد احتكاك، احنا رايحين حاطين في دماغنا تارجت معين، كنا حاطين في دماغنا احنا عايزين نوصل فاينل، ما حصلش نصيب والفرق كان قليل، تمام، المهم ان احنا نطلع من هنا ان شاء الله بحاجه معينه. طب اتعلمت الروح دي فين؟ ان انا لازم اروح وحتى لو ما اتعدتش كويس انا هكسب. يعني اتعلمتها من نادي، يعني جوه النادي بصراحه الاهلي جوه صحيح. النادي الاهلي، انا لازم اكسب حتى لو الاداء ضعيف، حتى لو انا شايله الدنيا لوحدي، لا انا هكسب. هكسب يعني هكسب. تقع ايه الكلام ده رايك فيه؟ نفس الفكره الصراحه، وفكره برضو الوقوف على الملعب وكده، هي ممكن تكون حته الخوف اللي حضرتك عليها دي بتروح شويه مع الخبره، يعني مع الاحتكاكات الكتير الحته دي بنعرف نتغلب عليها. يعني خبرة ايه يا تواد؟ انتوا ما شاء الله من 16 17 20 لا سنة. يعني مثلا احنا من 2016 بنلعب بطولات دوليه، فالخبره يعني ما ينفعش الخوف، لو الخوف عدانا خلاص كده الدنيا تبوظ مننا، بالذات لما بنيجي نلعب تيم، لو حد فرق فعلا كل حاجه بتبوظ. طب انتوا